ما حدث في الأنبار بعد انتخابات مجالس المحافظات أنا أعتقد هو السبب الأساسي اليوم فيما ذهب إليه الشيخ سطاب أبو ريشة. عندما تشكلت حكومة الأنبار المحلية، يعني من غير المنطقي أن يكون الحاكم من حزب والسلطة الرقابية اللي تراقب عمل المحافظ في هذه المحافظة أيضا من نفس الحزب. هذا الأمر أدى إلى اختلال دور المراقبة. يعني أنت اليوم تحتاج إلى محافظ من جهة وإلى جهة، يعني ما نقول معارضة بمعنى المعارضة، لكن تحتاج إلى أن يكون مجلس المحافظة الجهة الرقابية اللي تراقب عمل المحافظ من جهة أخرى حتى نبتعد. ليش ما كان من جهة؟ حتى نبتعد عن الخلافات، حتى يكون هناك رقابة فعلية وعملية على عمل المحافظ، لا يكون المحافظ مطلق اليد يفعل ما يحلو له، لأنه الجهة اللي لدت راقبة هي محسوبة عليه ومن نفس الجهة. هذا الخطأ يعني وقعوا فيه الأخوة في الأنبار عندما تفردوا بالقرار، وتم اختيار محافظ من حزب، وتم اختيار رئيس مجلس محافظة من نفس الحزب. صح. نصحنا في حينها قلنا أن هذا العمل منه من الخطأ اللي وقعوا به منه الأخوة في الأنبار، يعني الحزب اللي مسيطر في الأنبار. لا 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 تقول مسيطر، قول فلان حزب تقدم. لا، وهذه المعلومة معروفة للجميع محمد، يعني هذه ما تخفى عليك ولا على الجمهور ولا على دكتور عمار. سميها بسمياتها. الجهة الحاكمة في الأنبار هي حزب تقدم بقيادة الرئيس السابق محمد الحلبوسي.